مساء الخير. التليفونات اللي بتصير بين الناس على النحو التالي. الو، هلا هلا، مين بيحكي؟ ابو زيد. هلا هلا ابو ابراهيم، كيفك حبيبي؟ الله يسعدك. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. كيف الاهل؟ ماشي حال. شو في؟ ما في والله، صافي وافي. شو عامل؟ رايقه والله. شو في جديد؟ والله على حطت ايدك. شو في اخبار جديده؟ والله لا جديده تحت الشمس. وين بدنا نشوفك؟ عم قريب، عم قريب ان شاء الله. طيب انا والله حاكي بدي اسال، روح اخوك من امريكا؟ روح. طيب يا سيدي الحمد لله على السلامه. طيب معناته بدنا نشوفك ابو علي ان شاء الله. ان شاء الله يا ابراهيم، ولا يهمك. ماشي يا سيدي، بنشوفك ان شاء الله. اهلا وسهلا. يا هلا، ماشي الحال. هلا هلا يا هلا هلا حبيبي، سلم على الجميع. يوصل يوصل على راسي يا سيدي، ولا يهمك. ماشي، هلا هلا، سلام سلام. يا هلا يا هلا، اهلين اهلين، سلام. يا جماعه الخير، تليفون عشان سؤال 3 ثواني 5 دقائق، يا هلا واهلين ومجاملات وماشي ماشي، يفضح عرض هالشغله. اقطع هالتليفون، يعطيكوا العافيه.